يحددون من الانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب و 40% منهم من المسلمين المنتخبين بصورة عقائدية ونسلية وثقافية بالقانون في إطار العقد الاجتماعي يتبنى النظام الكونفدرالي الديمقراطي في تنظيم المجتمع ويمكنه من العيش ضمن توازن بيئي اقتصادي والشيشان وتكون نسبة المرأة في 50%، وكذلك يمثل المجموعات العقائدية والثقافية كالمسلمين والمسيحيين واليزيديين